حب الأكل والشوكولات فاج ولا حب شريك حياتكم؟ أجي أصعب. إذا جاوبت إنه حب الأكل أصعب بفهمكم، لأنه حب الأكل معقد، بعبر عن حالتنا النفسية وشخصيتنا وأشياء كتير. بس أنتوا بدكم إنه يكون عندكم علاقة صحية مع الأكل، صح؟ بدكم تنبسطوا وتاكلوا وما تحرموا حالكم. كيف؟ هذا الفيديو بيعطيكم 4 guidelines، 4 طرق تطبقون لعلاقة صحية مع الأكل، وحتلاحظوا إنه نفسهم بيطبقوا لما الشخص بده يكون عنده علاقة صحية مع شريك حياته. أول guideline، الاستقلالية. تخيلوا حالكم بعلاقة وين الشخص اللي معكم 100% معلق فيكم، ما بيترككم، وينكم، اشتقت لكم، تعوا تختنقوا. علاقة مش صحية، صح؟ نفس الشيء مع الأكل. إذا شخص بعلاقة مش صحية مع الأكل، اللي بيصير إنه معلق كتير بالأكل والأكل صار محور حياته. يعني هذا الشخص قرر إنه اليوم يعمل بيتزا نايت، جيب بيتزا وقعد عم بياكل على الكنباية، وبعدين قال بما إني عم بياكل بيتزا معلق كفي وحأطلب بعد ناتشوز وآيس كريم، وبما إني عم بعمل بنجينج على الأكل بعمل كمان بنجينج على نتفليكس، هيك هيك ما عندي شي زهقان، بقعد على هالكنباية وباكل. بالمقابل إذا شخص بعلاقة صحية مع الأكل ما بيخلي الأكل كل حياته، بمرق الأكل كجزء وأكتيفيتي من حياته. يعني أنتوا خلصتوا شغل بتقولوا هلأ عندي ساعة بروح بركب بركض، بجيب غرض، بروح بعمل شي بحبه، برجع على البيت بتحمم، بيكونوا إجوا رفقاتي وبنقعد سوا بنطبخ بنتسلى بنقطع كم شغلة، وبعدين بنقعد على الطاولة ونكفي حديث. هون بيكون الأكل صار جزء من حياتي وأكتيفيتي. جايدلاين التاني هو الحماس. علاقة بلا حماس بتزهق، أنا بفكسها دغري. فاللي أنتوا بدكم تعملوه بدكم تزيدوا حماس على أكلكم. إذا شخص منه بعلاقة صحية مع أكله وهو على دايت كتير ستريكت وبده ياكل سلطة، شو بحط فيها لهالسلطة؟ خس، خيار، بندورة، بتشفي. بينما إذا الشخص بده يحط حماس بحط دبس رمان، رشة سماق، بيشوي حلوم، بحمص لوز، بتفرق. دايما زيدوا الحماس على أكلكم. تالت جايدلاين، الاحترام. علاقة بلا احترام ما بتكفي. نفس الشيء مع الأكل، بدنا نحترم الأكل، بدنا نحترم جسمنا اللي عم يستقبل هذا الأكل واللي عم بيقلنا إمتى هو جوعان. في ناس شو بتعمل؟ لما يجي الجوع بتتغاضى عنه، بتضيحه على جنب، بتشرب عصير ليمون لأنه عصير ليمون سوائل، بنفكر إنه هو ما فيه كالوري، زيرو كالوري، أو بكل حبة مخلوطة 2-3 لشبع حالي. بتعرفوا أنتوا شو بتكون عملتوا؟ خليتوا جسمكم يتمرد، فات بسورفايفل مود، قالكم أنا جوعان، أنا جوعان، طعموني، وبيعلي هرمونات الجوع، ومش حتقدروا تسكتوا الجوع وحتاكلوا بالآخر كمية كتير كبيرة. الشيء الصحي اللي ينعمل هون لما شخص يكون جوعان شو؟ يحضر وجبة غذائية كاملة ويكلها ونقطع السطر. آخر جايدلاين ورابع جايدلاين هو عدم تخطي الحدود. أنتوا إذا حدا بعلاقة تخطى حدوده معكم مش بتنجرحه؟ نفس الشيء مع الأكل. ليه بدنا نتخطى حدود الشبع؟ ليه بدنا نقوم عن الطاولة والليمت تبع الشبع 10/10 حانفجر، بدي غسيل معدة؟ لا، مش حلو. قوم عن الطاولة لما حد الشبع تبعي 8/10 وأنا قادر كفي بحياتي وما صار معي عصر هضم. هيدول هن الأربع guidelines: استقلالية، حماس، احترام، عدم تخطي حدود. بيبينوا جديين بس هن كتير هينين، وطبقوهم وانبسطوا انتوا عم تطبقوهم وانبسطوا بأكلكم.